مباراة لمنتخبنا الأول لكرة القدم أمام ليبيريا. سمعت ناس كتير بتقول لك ليبيريا دي من أضعف المنتخبات اللي موجودة في القارة السمراء وما صعدتش. فيش في الكورة كده، فيش في الكورة منتخب ضعيف وما صعدش. كابتن حسام البدري لازم نقف معاه، راجل عنده مشاكل من أول ما ابتدى، وسبع لعيبة ما راحوش وشارة وقصص وحكايات زي ما قلت. وارس تركا صعبة جدا من أجيري المدير الفني اللي طبعا كان من أسباب خروجنا في كأس الأمم الأفريقية من دور الستاشر في أرضنا في وسط جماهيرنا. فرفقا بكابتن حسام البدري والجهاز الفني، ودي مباراة ودية، والمباراة الودية الراجل بيجرب فيها كل حاجة وعايز يشوف اللعيب ده فين، وهنبص للأداء. طب كسبنا ليبيريا 7-0 وأداء زي الفل، عندنا ماتش مع كينيا، هو ده الأهم اللي نبص له. يعني شوية شوية ما نبقاش يعني الأسلحة جاهزة كده والسكاكين يعني السن بتاعها جامد جدا. نهدى شوية على كابتن حسام البدري، لسه الراجل الوديات دي يعني محدش يعني ودية، مباراة ودية يعني. لسه البرازيل متعادلة مع السنغال ومع نيجيريا، ما نحكمش على حد في الماتشات الودية، خاصة ان بيبقى عنده مشاكل حسين الشحات كان عنده إصابة، سبع لعيبة ما جوش، يعني في لعبكة. فنعمل ايه؟ نساند، ده دورنا، ده منتخب مصر. شجع ناديك بقى وانتقده زي ما انت عايز، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد زي ما انت عايز، اما تيجي على منتخب مصر نهدى شويه وناخد نفسنا، لان ده منتخب مصر ولسه ما لعبش مباراه رسميه، ومدير فني وطني محتاج مسانده وجهاز وطني بالكامل. فنهدى شويه يا جماعه، مستعجلين قوي على الكابتن حسام البدري ومانشيتات وليبيريا وعمل ايه والكره ايه وطريقه اللعب في ايه يا جماعه؟ نهدى شويه.